طيب قبل ما نكمل الجولة الخاصة بينا في السوشيال ميديا، خاصة طبعا باللعيبة المحليين وكمان العالميين، نروح الأول لكريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش بعد انتهاء لقاء النادي الأهلي والمصرية للاتصالات. مساء الخير عليك يا كريم. بجد تحيه ليك يا سيما، اهلا بيك طبعا واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انتهت بالفعل مباراه الاهلي والاتصالات الوديه اللي مستعد ليها النادي الاهلي طبعا لمباراه وفاق الصيف 6-0، وهي حصيله نتيجه هذه المباراه. يمكن في المداخله الاولى 6 أهداف للا شيء، 6 أهداف مقابل لا شيء بالنسبه لمصريه الاتصالات. زي ما قلنا طبعا الاهداف وليد سليمان واسلام محارب وعمرو السوليه في الشوط الاول، الثاني احمد الشيخ ومحمد عماره من الناشئين، وميدو جابر احرز الهدف السادس. زي ما قلنا يمكن ايضا كمان في المداخله الاولى يمكن الفريق تغير بالكامل الشوط الاول والثاني، في عدد اللي شارك 11 لاعب شاركوا غير ال 11 المتواجدين. اطمئن بشكل كبير جدا مستر باتريس والكابتن محمد يوسف على كل اللعيبه اللي كان في 11 تغيير، يعني الفريق كله اتغير. يعني 11 لاعب طلعوا و11 لاعب كانوا متواجدين، لكن الاهم مين كان حارس مرمى الفريق في الشوط الثاني بدل عيلوت؟ مصطفى شوبير كان حارس مرمى للنادي الاهلي في الشوط الثاني بديلا من علي لطفي، وتم مشاركه احمد الشيخ ورامي ربيعه ومحمد شريف ومؤمن زكريا وهشام محمد وعمار حمدي وميدو جابر. عدد كبير جدا النهارده استفاد فنيا من هذه المباراه، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي خلال الايام القادمه في التدريبات بالجديه والحماس اللي احنا شفناه النهارده في هذه المباراه استعدادا باذن الله لمباراه وفاق الصيف اللي عندنا امل كبير جدا باذن الله ان شاء الله باذن الله من الجزائر باذن الله للدور النهائي باذن الله. يا رب. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناة النادي الأهلي من استاد مختار التتش في مقر النادي الأهلي في الجزيرة بعد انتهاء لقاء الأهلي والمصرية للاتصالات.